شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور حول التبري من أعداء الله، وفي هذا الموضوع عدة نقاط. النقطة الأولى المواقف الثلاثة، النقطة الثانية التبري من أعداء الله في القرآن الكريم، النقطة الثالثة لماذا التبري، والنقطة الرابعة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، أعظم رمز من رموز التبري. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، هنالك في ميدان التبري من أعداء الله مواقف ثلاثة. الموقف الأول هو الموقف الذي يحاول تمييع الحدود بين الحق والباطل. هذه النظرية تؤمن بأنه لا يوجد هنالك صراط مستقيم. نحن في كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، ولكن هذه النظرية تذهب إلى أنه لا يوجد هنالك صراط مستقيم، وإنما توجد هنالك صراط مستقيمة أو سبل مستقيمة. جميع الطرق تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، وكل طريق
يوصل سالكيه إلى الله سبحانه وتعالى بنحو من أنحاء الإيصال. في هذه النظرية لا فرق يوجد بين موسى وعباد العجل. موسى كان يسير في صراط مستقيم، وعباد العجل أيضا كانوا يسيرون في صراط مستقيم. عندما عاد نبي الله موسى من الطور أخذ بلحية أخيه هارون وجرها إليه. هؤلاء يقولون إن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال لأخيه هارون: لماذا نهيتهم عن عبادة العجل؟ كنت تتركهم يعبدون العجل كما يحبون. ألا تعلم أن الله تعالى يحب أن يعبد في أي صورة كان المعبود؟ هذه ليست نظرية تاريخية، وإنما هي نظرية قائمة بالفعل. وهذه النظرية لا تجدونها في بلاد الشرق والغرب، وإنما تجدونها في قلب البلاد الإسلامية. لا يوجد هنالك معنى للتبري على هذه النظرية. في هذه النظرية يتساوى نبي الله موسى وفرعون، شيخهم الأكبر يقول في كتابه حول فرعون: فقبضه الله طاهرا مطهرا لم يشبه دنس. هذا كلام في كتاب فرعون، هذا الطاغية الكافر الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، هذا الشيخ الأعظم يقول فقبضه الله طاهرا مطهرا. شيخهم الأعظم في هذه النظرية قوم نوح أغرقوا، ولكن هذا الشيخ الأعظم يعني شيخهم الأعظم يعتقد أنه قوم فرعون المشركون إنما غرقوا في بحار رحمة الله. هذا هو الموقف الأول، موقف تمييع الحدود بين الحق والباطل. كل الطرق تنتهي إلى الله. شاعرهم يقول في ذلك: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهباني. إلى أن يقول: أدين بدين الحب أين توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. دين هو الحب،
حب القاتل والمقتول، حب الجلاد والضحية، حب قابيل وهابيل، حب موسى وفرعون، حب إبراهيم ونمرود، حب أبي سفيان وخاتم الأنبياء محمد. تبري ما إلى معنى، ماكو هنالك شخص يتبرأ منه، لأن الكل في طريق الله سبحانه وتعالى. هنالك كتاب الشيطان يحكم، هذه مظاهر حكومة الشيطان على العقول، ونعوذ بالله أن الإنسان يهوي في هذا المهوى السحيق. هذه النظرية الأولى، نظرية تمييع الحدود بين الحق والباطل. النظرية الثانية، الموقف الثاني، موقف الأفراد الذين ينتهجون في حياتهم منهج التولي، ولكن لا يوجد هنالك تبري في حياته. جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال له: إني أحبك وأحب فلانا، مضمون الحديث. فقال صلوات الله عليه: أنت أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر. الأعور يعني الذي له عين واحدة، عين التولي فقط، لا يوجد هنالك عين يرى بها المثالب والمطاعم. هذا أهون من الموقف الأول. الموقف الأول يبرر للجميع، الموقف الثاني يقول: أنا علي بهذا وما علي بذاك. الموقف الثالث هو الموقف الذي يرتكز على قاعدة التولي والتبري معا، وكلامنا حول هذا الموقف الثالث. هذه هي النقطة الأولى من نقاط البحث. النقطة الثانية، التبري من أعداء الله في القرآن الكريم. في القرآن الكريم قضية التبري من أعداء الله مطروحة بصيغتين. الصيغة الأولى الآيات التي تتناول موضوع التبري بهذا العنوان، لعل أظهر موقف تمثله هذه المجموعة موقف نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، إحدى الأحكام الشرعية التي عندنا، لاحظوا هذه شدة في الموقف،
إحدى المحرمات، راجعوها في كتاب الواجبات والمحرمات، وراجعوها في الكتب الفقهية بضوابطها المذكورة هنالك. إحدى المحرمات الاستغفار للمشركين. يعني أنتم تقولون رجل أبوه مات مشركا، واحد يستغفر لهذا المشرك، يقول اللهم اغفر لهذا المشرك، هذا إحدى المحرمات الشرعية. يعني حتى هذا المقدار من الرابطة العاطفية مع أعداء الله، هذا ممنوع من الناحية الشرعية. العمل الإنساني ما في إشكال، أن تقدم له الماء ما في إشكال، أن تقدم له الطعام ما في إشكال. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، البر ما في إشكال. الإمام الحسين صلوات الله عليه سقى أعداءه الخوارج الماء، النبي صلى الله عليه وآله سقى أعداءه الكفار الماء، ما في إشكال. القضية الإنسانية لا تعرف التأطير العقائدي، ولكن أن تكون هنالك رابطة قلبية مع عدو الله تعالى، رابطة قلبية أن تحبه بهذا المظهر، أن تطلب من الله تعالى أن يغفر له، هذا ممنوع من الناحية الشرعية، هذا عدو الله تعالى، كيف تستغفر لعدو الله سبحانه؟ كيف تقيم هذه الرابطة القلبية مع هذا الرجل الذي حارب المنعم عليه والمتفضل عليه والذي خلقه، أعظم متفضل يواجه بأعظم الجحود وهو الكفر، ما كان للنبي والذين آمنوا. في كتاب البرهان يذكر أنه كنت، الراوي يقول مضمون الرواية، كنت أصلي وإلى جنبي رجل فاستغفر لأبيه أو لأبويه، قال اللهم اغفر لهما، اغفر لهما يعني أخرجهم من النار، خليهم بالجنة، هذا ما إلى قابلية، هذا الطلب نوع من سوء الأدب في حد ذاته. فقلت له إنهما أو إنه مات كافرا، شلون تطلب من الله تعالى ذلك؟ فقال ألم يستغفر إبراهيم لأبيه مع أن أباه كان كافرا؟ فلم أستطع أن أجيبه على ذلك، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، أبيه يعني عمه آزر، هذا كان عمه ولم يكن أباه، الأب الحقيقي، والقرآن الكريم يدل على ذلك أنه ما كان أبوه، كان أبوه بمعنى الأب، العم في اللغة العربية يقال له الأب، القرآن الكريم يدل على ذلك بجمع آيتين، الآن مو محل شاهدنا،
القرآن صريح في أنه ما كان أباه بمعنى الذي ولده، وإنما كان أباه في اللغة العام يطلق عليه الأب لغة، والخالة يطلق عليها الأم لغة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان هنالك وعد من آزر لإبراهيم أن يؤمن، ولذلك استغفر له استغفارا فعليا أو تعليقيا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ، مع أنه كان عم. الدين يقيم قاعدته على العلاقات العقائدية، العقيدة هي الملاك، مو الروابط. الضوابط يجب أن تكون حاكمة لا الروابط. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مظهر من مظاهر البراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات اللي فيها كلمة اللعن يقال لماذا تلعنون؟ لماذا اللعن؟ هذه فكرة تطرح. اللعن بدأ به الله سبحانه وتعالى. الآيات التي فيها اللعن أكثر من 30 آية في القرآن الكريم. إحنا نلعن من لعنه الله. فالتبري بعنوانه أولاً وبمظاهره ثانيا موجود في كتاب الله.
أما أنه واحد يحاول التوفيق العقائدي العقدي كما يقولون، أن نوفق بين النبي صلى الله عليه وآله وأبي سفيان توفيقا عقائديا. أنا ما أتكلم في التوفيق العملي اللي قد تفرضه بعض الضرورات. النبي صلى الله عليه وآله عقد اتفاقية مع اليهود، هذا لا يمثل اتفاقا عقائديا. النبي كانت له عقيدته واليهود كانت لهم عقيدتهم، لكم دينكم ولي الدين. النبي عقد اتفاقا مع المشركين، مع أبو سفيان وأمثاله في صلح الحديبية. أنا مو كلامي في الاتفاق العملي الذي قد تفرضه بعض الضرورات، إحنا كلامنا في الاتفاق العقائدي. الاتفاق العقائدي غلط، ما إلى معنى أن يتنازل الفرد عن ثوابته العقائدية، هذا غلط. واحد كان يقول رجل قال لي أنه إحنا يجب أن نلغي المذاهب، لا سنة ولا شيعة، مذهب لا يكون بعد هذا اليوم. مضمون القضية طبعا. يقول فأذن المؤذن فقلت له ما يخالف، إحنا قلنا بعد اليوم لا سنة ولا شيعة، الآن نريد أن نصلي، هل نسبل اليدين أو نتكتف؟ كيف نصلي؟ السني يتنازل عن عقيدته أو الشيعي يتنازل عن عقيدته؟ أحد العلماء يقول جمعني مع رجل من المذاهب الأخرى مكان، فأذن المؤذن فقال لي أيضا مضمون القضية، هل تكون أنت الإمام أو أكون أنا الإمام؟ ياهو منه، إحنا نقول وحدة عقائدية وحدة فقهية وحدة فكرية، كيف تمكن الوحدة الفقهية؟ أنت عندما تعتقد بشيء كيف تتنازل عن اعتقادك وكيف تدوس على اعتقادك؟ قلت له أنا في مذهبي أكو هنالك شروط في إمامة الجماعة، أنا حتى إذا شيعي فاقد لهذه الشروط لا أصلي خلفه، فأنا ما أتمكن أصلي خلفك من الناحية الفقهية. أما أنت في مذهبك تقول صلي خلف كل بر وفاجر، فأنا إما بر وإما فاجر، فأنت صلي خلفي. قال نعم أنا أصلي خلفك، فصلى خلفي. يقولون فشرطي أخذ حرامي فأذن المؤذن، ففكر أنه إذا هو يصير الإمام يمكن الحرامي يشرد، فجعل الحرامي إماما له وصلى خلفه وهو متأهب، حتى شو وقت ما الحرامي شرد هو يركض وراه. وهذا الدين، فأنت ما دام تعتقد صلي خلف كل بر وفاجر خصلي خلفي، أنا إما بر وإما فاجر. فإذا واحد يقول بالوحدة العقائدية، هذا خطأ. بالوحدة الفقهية، هذا خطأ. بالوحدة الفكرية، هذا خطأ. هذه هي النقطة الثانية.
النقطة الثالثة، لماذا التبري؟ ليش التبري؟ أفراد ماتوا، انتهى. على قول ذلك الرجل يقول: أولئك قوم عصمنا الله من دمائهم، فلنعصم أنفسنا من أعراضهم. إحنا ما اشتركنا في قتلهم والقتال، فلماذا نتعرض لأعراضهم؟ يعني لكرامتهم، راحوا ماتوا. التبري لماذا؟ هذا يحتاج إلى بحث مستوعب، ولكن نكتفي بالإشارة إلى نقطتين على نحو الاختصار والإجمال. النقطة الأولى: التبري يعني صنع الحاجز النفسي والاجتماعي. قضية الحاجز النفسي والاجتماعي قضية مهمة. إحنا من الناحية الفقهية عندنا إحدى المحرمات، راجعوا كتاب الأطعمة والأشربة، أن يجلس الإنسان على مائدة يشرب فيها الخمر. إحنا الآن نتنفر من شرب الخمر، أصلاً تصور شرب الخمر ربما يكون مقزز لنا، لكن إذا واحد جلس على مائدة يشرب فيها الخمر، هذا الحاجز النفسي اللي هو 100% بالمرة الأولى ينخفض يمكن إلى 80%، بالمرة الثانية يمكن ينخفض إلى 40%. هؤلاء الأفراد ما كانوا يمثلون أفراداً، وإنما كانوا يمثلون مناهج. الحجاج يمثل منهج، وهذا المنهج قابل للتكرر في كل مكان وفي كل زمان. ما تكرر الحجاج في العراق؟ ما شفنا حكومة الحجاج في العراق؟ قابل للتكرار. العثمانيين الذين حكموا ما كانوا نماذج للحجاج، كل واحد منهم أو أكثرهم. الأمويين اللي حكموا، العباسيين اللي حكموا، ما كانوا نماذج للحجاج، كثير منهم. هذه النماذج قابلة للتكرر، يجب أن يصنع هنالك حاجز نفسي واجتماعي تجاه هؤلاء الأفراد، حتى هذا النموذج لا يتكرر. إذا أكو طفل فاسد في المحلة، ابنكم اختلط وياه، كان هذا الرجل الفاسد عظيما في نظر أطفالكم أو لا صديقكم، هذا يتعلم منه. لابد أن توجدوا هذا الحاجز في أطفالكم، هذا مو خوش إنسان، حتى لا يتعلم منه ولا يتعلم منه. لذلك شوفوا الخط الآخر، الذين، هاي الملاحظة لاحظوها تاريخيا، نماذج تشبه الحجاج في الخط الآخر أكثر من خط الموالين لأهل البيت. هذا معجب بالحجاج أو ما عنده حاجز نفسي تجاه الحجاج. كم يوجد في الخط الآخر حجاج؟ لأنه ما عندهم حاجز نفسي كثير منهم تجاه هذه النماذج. أما في خط أهل البيت نموذج الحجاج أقل، ما أقول ماكو ولكنه أقل.
هو يعرف الذي يظلم أنه حجاج آخر، الناس يعرفون أنه حجاج، كيف يصنع هذا الحاجز؟ بالتبر، باللعن. أنت عندما تلعن شخصا تبتعد عنه، تتنفر من أعماله، تحاول أن لا تكون مثله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة ويتغافل أو يغفل الأفراد الذين يدعون إلى الوحدة العقائدية والفقهية والفكرية عن هذه النقطة، إحنا أمرنا دائر بين شيئين، إما أن ندين أفراداً أو ندين ديناً. إحنا مضطرين إلى أحد الأمرين. هذه نماذج تاريخية ثابتة ما يمكن تغطيتها. من العوامل المهمة التي تحول دون إسلام كثير من الغربيين هذه النماذج التاريخية. الآن أكو واحد عاقل يفكر في أن يخضع لحكم البعثيين مع هذا النموذج الذي قدموه؟ يقول رجل في كتابه: قلت لامرأة متبرجة: أنت أسوأ دعاية لأفكارك. في تفصيل، أحيانا واحد يكون أسوأ دعاية لأفكار، الدعاية المضادة. هؤلاء الأفراد يشكلون دعاية مضادة. إذا الدين هو هذا الدين الذي يفرز أمثال الحجاج وأمثال الرشيد وأمثال الحكام العثمانيين، هذا الدين مو قابل للقبول. إحنا أمرنا دائر بين شيئين، إما أن ندين هؤلاء الأفراد، نقول هؤلاء الأفراد لا يمثلون الدين، نعلن تبرينا منهم، تبرينا منهم، وإما أن ندين ديننا، نقول نعم، نسكت عن هؤلاء، هؤلاء حكام كانوا مقبولين. هذا معناته إدانة لذات الدين. أيهما أولى؟ أن ندين دينا أو ندين أفرادا؟ نقول هؤلاء يمثلون شذوذا عن هذا الخط، هذا أولى. فإذن إحنا إذا نفكر في القضية، في قضية التبري من الناحية العقلية، التبري من هذه النماذج ضرورة عقلية، التبري من نموذج طالبان في أفغان هذا مو ضرورة. إذا حقيقة طالبان تمثل الدين، أكو واحد عاقل يفكر في الرضوخ لهذا الدين، يجب أن نتبرأ منه، يجب أن ندينهم. هؤلاء مو مهمين، لأن هؤلاء جلسوا على سفر من تقدمهم، أولئك هم الذين بدأوا، أولئك هم الذين أسسوا أساس الظلم والجور، أولئك أولى بالإدانة. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، أعظم نموذج أو رمز للتبري من أعداء الله.
أعظم رمز أنا أردت أن أقول إحدى الرموز العظيمة، ولكن الشيء الذي يبدو أنها أعظم رمز للتبري من أعداء الله. هكذا كان التخطيط الإلهي كما يبدو يقتضي أن تكون الصديقة الكبرى رمزاً للتولي، وأن تكون أعظم رمز للتبري من أعداء الله. هذا الرمز الذي لا يمكن أن ينكر. الآخرين متحيرون، الآخرون متحيرون ماذا يفعلون وماذا يقولون. ونعتقد أن هذا جزء من الهداية الإلهية للبشر. إشلون البخاري هذا الرجل الذي يتورع، يعني يرى أنه يتورع في رواية رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال أين ذهب ورعه عند نهر بلخ؟ رواية واحدة لا يرويها عن الإمام الصادق، مع أن كل المذاهب الأربعة عيال على المدرسة الفقهية للإمام الصادق، ويروي عن الخوارج وأمثاله. إشلون هذا في كتابه تجدون إدانة واضحة وصريحة لا يتمكنون منها خلاصا؟ في مكان يكتب في صحيح البخاري اللي هو أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، في مكان يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، وفي مكان آخر يقول إن فاطمة صلوات الله عليها ماتت وهي واجدة على فلان وهجرته، في مكان يقول وما كلمته إلى أن مات. شلون هذا جاي في كتاب هذا الرجل اللي من كتابه أسقط ألوف الأحاديث أو عشرات الألوف من الأحاديث؟ راجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، شوفوا منهج هذا الرجل في تدوين الحديث. هذا جزء من الهداية الإلهية، الهداية التشريعية الإلهية، حتى معالم الحق تكون واضح ولا تخفى. أحد علماء العام جاء ليلتقي بالعلام الحلي ليبحث معه في أمر الإمامة. العلام الحلي قال لولده فخر المحققين روح عند مثلاً بوابة البلد أو مثلا كذا لاستقباله. فخر المحققين إجا ابن العلامة واستقبله وأخذ يأتيان لعله إلى الحلة مثلا أو منطقة أخرى، فقال له فخر المحققين هذا الحديث هل هو صحيح في نظركم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ قال نعم صحيح هذا الحديث. قال فأسألك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في هذه المدة من كان إمام فاطمة؟
منو كان إمامها؟ أخذ الرجل يفكر شنو يقول. يقول ما كان عندها إمام، يعني والعياذ بالله والعياذ بالله، لم يكن لها إمام. ما يمكن. التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كيف لا تعرف إمام زمانها؟ إذا إمام زمانها فلان، شلون هذا الإمام الذي لم تعترف به ولم تكلمه وهجرته وما رضيت حتى أن يشترك في تشييعها، أو يقول إن إمامها كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فغير طريقه وعاد من حيث أتى، انتهى البحث. يعني عندما تصل القضية إلى الصديقة الكبرى تنتهي القضية، ماكو جواب. المرأتان جاءتا إلى عثمان، عمر كان يعطيهم امتيازات، عهد عمر كان عهد إعطاء الامتيازات الكبرى، وممن شملته الامتيازات الكبرى عائشة وحفصة. تغير الوضع، عثمان إجا فقطع عنهم الامتيازات المادية، فجاءتا إلى عثمان وقالتا إن عمر كان يعطينا فأعطنا. قال ما لكما عندي شيء؟ ذاك كان رأي عمر، أنا إلي رأي آخر ومنهج آخر. كل واحد من هؤلاء الثلاثة كان له منهج، ما كان علي بالآخر. الأول إلى منهج، الثاني إلى منهج، الثالث إلى منهج ثالث. فقالتا فإرثنا من رسول الله، ميراثنا الطيب. فاستوى عثمان جالسا، كان متكي، وقال ألستما أنتما شهدتما مع فلان الأعرابي وقال كلمة نابية في حقه الأعرابي بأن النبي صلى الله عليه وآله قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فإن كنتما صدقتما أجزت عليكما شهادتكما. أنتم ما حرمتوا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها من ميراثها بهذه الشهادة، وإن كنتما كذبتما فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين على الكاذبين. انتهى، بعد ماكو منطق. ماذا يقولون؟ فقالتا يا نعثل، المنطق انتهى، اجى دور السباب. فقالتا يا نعثل والله لقد سماك رسول الله نعثلا. نعثل رجل يهودي كان، وعائشة كانت تقول اقتلوا نعثلا قتله الله، كانت تحرض الناس عليه بعد هذه القضية. فقال لهما عثمان اسمعا قول الله تعالى، مثلتوا لي مثل نعثل، أنا أمثلكم مثل. قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هاي السورة ضد المرأتين،
هذا مثال للمرأتين، راجعوا المفسرين حتى أبناء العام. فقامتا وخرجتا وأخذت عائشة تهرج ضد عثمان: اقتلوا نعسلا قتله الله، إن ثوب النبي صلى الله عليه وآله أو كذا لم يبلى، وعثمان قد أبلى سنته. قضية قضية حطام الدنيا مو أكثر منها. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها الرمز الذي تنقطع عنده كل حجة، لا يقبل التأويل. إحنا هذا الرمز العظيم من رموز التبري يجب علينا أن نركزه بالذات في هذه الأيام. كيف نركزه؟ الدوائر الأربع: التركيز في النفس، التركيز في البيت، التركيز في المجتمع، التركيز في العالم بقدر الإمكان. تتمكنون أن تجعلوا جائزة لأطفالكم وأطفال الآخرين لحفظ الخطبة الفدكية، خلوا جائزة، كل من حفظ هذه الخطبة فله هذه الجائزة. هذا عمق التولي وعمق التبري يتركز في نفسية هذا الطفل. الآن ما شاء الله الدورات الصيفية كثيرة، المشرفون على هذه الدورات يركزون هذه القضية. تتمكنون أن تكتبوا كتابا، اكتبوا كتاب. تتمكنون أن تؤلفوا موسوعة من 100 مجلد في الصديقة الكبرى، منا إلى 40 عام بعد. إحنا يجب أن نبحث بحثا مستقلا حول كتابة الموسوعات، هذه قضية مهمة. أحد أصدقائنا الآن مشغول بكتابة موسوعة حول الإمام الحسين صلوات الله عليه، المقرر لها أن تكون في أكثر من 600 مجلد. وأحد الإخوة العاملين معه قال الذين يعملون في هذه الموسوعة، يعني في المتن، واحد ونصف، واحد المؤلف وأنا الثاني اللي أنا نصف أشتغل. أنتوا أيضا من الآن إلى 40 عام تؤلفون موسوعة في 100 مجلد حول الصديقة الكبرى، الآخرين الذين ألفوا منو كانوا؟ أنتوا من الآن إلى 40 عام تؤلفون موسوعة حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في 100 مجلد أو 200 مجلد، الذين ألفوا منو كانوا؟ إذا واحد يتمكن يقيم قراية في بيته ولو يحضره نفران يفعل ذلك، هذه توفيقات. هنالك أفراد مو موفقين، وهنالك أفراد يبدأون بخط التوفيق ثم والعياذ بالله يسلب منهم التوفيق. هذا يجب أن نحذر منه، أنه لا سمح الله في يوم من الأيام لا يسلب منا التوفيق. أذكر لكم هذه القضية وأنهي البحث. أحد الخطباء مرت عليه ظروف صعبة، ظروف مادية في العراق صعبة كانت في أيام قديمة، يمكن هذه القضية قبل أكثر من 40 عام. الدولة
لاستقطاب رجال الدين، هذا الاستقطاب مقدمة لتذويبها. الدولة في العراق أعلنت أن كل رجل من رجال الدين إذا يجي ويصبح معلم نعطيه راتبا جيدا. فيقول أنا شفت الأوضاع المادية ضاغطة علي وما أتمكن. ليكون في يوم من الأيام هكذا نفكر أوضاعنا المادية ضاغطة فنحرم من هاي التوفيقات، واحد يصير موظف في دولة، يصير كاتب محضر مثلا. ما أقول كاتب محضر موزيا، في دولة موزينة كاتب محضر ربما يكون موزيا، ولو قورن كاتب المحضر بالخطيب لكان الخطيب قطعا له مقام أعلى، لأن مقام القيادة مقام الخطابة. الخطباء قادة المجتمع بنحو من أنحاء القيادة. فكرت أنه أنا أترك بكرة أروح أمتحن امتحان وأنخرط في ذلك السلك، وقلت الصبح أصبح معلم وبعد الظهر أبقى طالبا ورجل دين. هالشكل توفيق، الحلول التوفيقية. ولم أخبر بهذا المطلب أحدا حتى زوجتي. يقول الصبح طلعت من البيت ولم أخبر أحدا وأنا أذهب للامتحان. أنا هذا الخطيب شفته في بلد آخر قبل يمكن حوالي 4 أعوام، شايب. فواحد اجى من عموم افراد المجتمع سلم علي، قال مولانا انا البارحه شفت طيف ما اعلم معنى هذا الطيف شنو هو، واريد ان اقول لك. قلت تفضل. قال رايت امير المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا وهو يخاطبك. المعلمين في ذاك الوقت كانوا يلبسون سدارة، سدارة فتشي كان يوضع على الرأس شبيه هذا النح. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لك، لك سدارتك وأعطني عمامتي. هاي الحلول التوفيقية لا نقبلها، تروح تصير موظف في دولة ما نقبل. أنا ما أعلم يعني شنو هذا. فقلت له رسالة أمير المؤمنين وصلت إلي ورجعت إلى بيتي ولم أذهب. المهم هذه التوفيقات ينبغي أن لا يحرم منها الإنسان، أن لا نحرم منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.